المسلسل اسمه الحب فرصة أخيرة، المخرجة الأستاذة شيرة سلام، المؤلفة شيرة سلام، والمخرجة أستاذة منال الصيفي. أنا بعمل دور مختلف شوية ودكتورة نفسية سايكوباتية شوية، بس هو مسلسل رومانتيكي جدا، بيتكلم عن مشاكل البنات كلها اللي في الدومز اللي هم على كل المستويات. مش هنحرق المسلسل بقى لغاية ما نشوفه. أنا عاجبني إن هو بيتكلم على كل بيت مصري وعلى مشاكل إزاي تتعاملي إزاي مع أولادك. حتى الدكتورة النفسية اللي بتعالجهم لو في معاهم هي نفسها مريضة نفسية. هو سؤال سياسي بقى عن الرئاسة الجمهورية، حضرتك ناوية ترشحي السيسي ولا حد تاني؟ أكيد السيسي، أكيد السيسي ده، عشان احنا في مرحلة انتقالية لازم الدنيا تبقى مظبوطة، ومش مش محتاجين حد يجرب فينا، احنا لازم نلم نفسنا ونحصد اللي عمله الرئيس السيسي.